واستاذنك تعالي نبتدي من المنتخب ولقاء مصر وبلجيكا، اللقاء الودي اللي انتهى بفوز مصر 2-1 وماتش ناس كتير قوي اطمنت بموجبه، فهل نفس الطمانينه تسللت ليكي ولا انت ليكي وجهه نظر تانيه؟ لا دي حقيقه طبعا، المنتخب ادى اداء جيد جدا في وديه بلجيكا، صراحه يعتبر اداء غير متوقع. الناس كلنا تقريبا اتفاجئنا بتماسك عناصر المنتخب، بنبدا بالتسجيل، لا ومش مش 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 تسجيل عادي، لا اهداف يعني عالميه. اه بالظبط كده، حلوه قوي جدا جدا صحيح. الهدف الاول والهدف التاني احلى واحلى بالظبط، وبعدين الهدف التاني كمان الترقيصه لكيفن دي بروين، يعني دي كانت وكوبري عالمي. ايوه بالظبط كده كانت عالميه. الهدف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد متوج بدوري ابطال اوروبا، فلا مباراه كانت تقيله جدا، منتخبنا كان متماسك الى حد كبير، ادى مباراه رائعه. الناس بعد المباراه اطمنت، لان كان الاغلب قبل المباراه كده، ودي طبعا حاجه تزعل ان احنا نقولها يعني، بس لو حتى انت بتدردش مع حد زميلك كده، ايه بقى يا عم هنشيل كام النهارده؟ طبعا بلجيكا عايز اقول لك، عارفه ايه كمان يزعل وان كان انت ما غلطتيش فيه ولو للحظه الحقيقه، بس فكره ان كلنا اتفاجئنا بتماسك المنتخب. يعني احنا وصلنا لمرحله ان مجرد ان احنا نشوف منتخبنا متماسك دي امله، دي حاجة تزعل برضه. هي عشان حصل تخبط كتير الفترة الأخيرة يا كريم، سواء تغييرات إدارية، تغييرات مجالس اتحاد الكورة، فكل ده لازم يعمل عدم توازن، يعمل عدم استقرار في المنتخب. احنا كنا بنقعد فترات طويلة جدا أساسا المنتخب ما كانش بيعمل معسكرات في فترة الأجندة الدولية، وده كان سبب من الأسباب الرئيسية اللي يخلي منتخب مصر تصنيف تاني في قرعه الدور النهائي بتاع تصفيات كاس عالم، وده اللي خلانا نضطر ان احنا نواجه السنغال، لان هي كانت تصنيف اول احنا كنا تصنيف تاني، فكان في تخبط كبير جدا في الفترات الاخيره. خلاص بقى صفحه وانتهت، خلاص احنا للاسف خلاص ما صعدناش كاس عالم، خسرنا نهائي دوري ابطال، اسفه نهائي امم افريقيا ركلات الترجيح، خلاص خلينا بقى نبص للي جاي. معانا مدرب فيتوريا، مدرب وضحت بصماته جدا جدا من اول المباراه، من اختيارات اللعيبه حتى، شكل المنتخب او شكل اللعيبه في الملعب، الاداء، الروح، التجانس، كل ده شفناه في وديه بلجيكا، ونتمنى بقى ان احنا نبني عليه. محدش بقى ليه دعوه، ده لازم، مش بالزبط. بس نتمنى، ده لازم. وعلى فكره ناس كتير كانت شايفه ان اللقاء الودي مع منتخب بلجيكا هو بقى اللي بناء عليه فعلا نقدر نقيم مبدئيا انعكاسات وجود فيتوريا وجهازه الفني مع المنتخب. بالظبط دي حقيقه، لان ده يعتبر اول مباراه فيها احتكاك قوي مع منتخب تقيل جدا، منتخب كمان مش افريقي يعني، لا ده طبعًا منتخب بالظبط كان منتخب اوروبي، فالوضع بيختلف او الشكل بيختلف لما اكون بلاعب الكاميرون او بلاعب السنغال، غير لما اكون بلاعب اسبانيا بلاعب بلجيكا. طبعا الاحتكاك نفسه حتى ما بين اللعيبه وبعضها بيبقى مختلف، بيدي خبرات كتير. اقول لك على حاجه برضو ملفته للنظر، وانا مش بتكلم دلوقتي ده على الفتره دي ولا حتى على الجيل ده من لعيبه المنتخب، انا بكلمك بشكل عام. من الحاجات الملفته للنظر ان منتخب مصر ممكن تلاقيه بيلعب مع منتخب يعني تعبان قوي على قده تماما، واحنا تلاقينا ايه بنزك جنب منه، وفي نفس الوقت تلاقي نفس المنتخب بيلعب منتخب قوي تلاقينا صحصحنا كده وعملنا جيم حلو. هي ايه سر الحكايه دي؟ اعتقد بتبقى التحفيز للعيبه قبل المباراه، لما اكون انا عندي مباراه مهمه جدا مثلا، مع ان بلجيكا كانت مباراه وديه، ولكن هي عشان اسم المنتخب، يعني انا لو بلعب مباراه وديه دوليه مثلا مع منتخب مثلا زي ليبيريا مثلا، يعني انا مش قصدي طبعا اقل من اي منتخب، طبعاً بس كل في بالظبط في فرق في الخبرات، وانا نازل معنويا ممكن تلاقي اصلا معظم المصريين ما كانوش يتفرجوا اصلا على المباراه، عادي مباراه منتخب مصر كسب تمام، ما كسبش طب خلاص يعني. انما لما وديه مصر وبلجيكا احنا كنا بنتعامل معاها كانها مباراه رسميه، الناس طلعت بعد المباراه
بتتحسر ان هي ما وصلتش كاس عالم صحيح. ورجع تاني عارف الايه الانين بتاع انه طب ما انا كان اولى ان انا نصنع الجرح تاني بالاداء الحلو اللي عملناه في الماتش ده. وعلى فكره يقال والله اعلم، وان كان ده طبعا كلام بيبقى سوشيال ميديا والواحد ما يقدرش يبقى مالي ايده قوي منه، بس يقال والله اعلم ان بعد اللقاء ما انتهى بثواني ابتدت جماهير بلجيكا تقلب الترابيزه على المنتخب بتاعهم وقال لك الله الله ايه اللي احنا شايفينه ده، والجماعه بتوعنا هيروحوا يعملوا ايه بقى في كاس العالم لما هم بالمنظر ده في ماتش ودي. مش للدرجات دي يعني. بلجيكا في تصنيف فيفا هي رقم 2 على منتخبات بالظبط رقم 2 على منتخبات العالم، ونزلت 2 دي لسه مؤخرا يعني قعدت فتره طويله جدا كانت هي متصدره التصنيف الشهري لفيفا يعني انا وده اصلا غريب مع ان في اسماء منتخبات واسماء دول ثانيه اتقل واعرق وكل حاجه. هي بيبقى ليها حسابات تانية يا كريم. الـ الـ المنتخبات في فتره فيفا ديت او في فتره الاجنده الدوليه بيبقوا متفقين مثلا على مباريات مع منتخبات اخرى. المباريات دي مثلا مباريات بتبقى دوليه بس بتخش في الاطار الرسمي، بيبقى ليها نقط. تمام، نقط في الفوز، نقط في التعادل، نقط في الخساره. بالظبط كده، بالظبط كده، وبناء عليه بيتم التصنيف. عشان كده كنت لسه بقول لك ان ده فرق معانا جدا مع منتخب مصر لما نزلنا تصنيف تاني في افريقيا. في الفتره اللي احنا قعدنا فيها ما كناش بناخد اي مباريات دوليه وديه او معسكرات حتى.